مشاهدو أعزائنا المشاهدين، هذه الصور وبشأنها أعلنت الشرطة في كركوك يوم الجمعة، أعلنت أنها قبضت على ضابط متهم باغتصاب أو لقيامه باغتصاب فتاة والاعتداء عليها جنسيا. وذكرت مديرية شرطة كركوك في بيان صحفي أنها اعتقلت ضابطا كبيرا في شرطة كركوك بعد قيامه الأسبوع الماضي بالاعتداء الجنسي على فتاة، وأضافت أن الضابط اعترف بخطف الفتاة واغتصابها في سيارة حكومية للأسف. وأوضحت أنه جرى اعتقال ضابط الشرطة وفق المادة 396 من قانون العقوبات العراقي. طبعا تفيد المعلومات التي تناقلها نشطاء مختلفون أن قيادة العملية المشتركة في كركوك أصدرت من جانبها بيانا بشأن جريمة الخطف والاغتصاب هذه، التي شاهدنا صورة من تقول الشرطة إنه الضابط الذي أوقفته بشأنها.